بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز على البركة، ينطلق شوطنا الأخير، شوطنا العاشر اللي خصص للجعدان. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للأخوة المتواجدين الحاضرين مع هذا الانطلاق الجميل. نستمتع دائما من انطلاقات هذا الميدان. ما شاء الله اللي هناك، اللي هو في المركز الأول، اللي في المركز الأول، اللي مسيطر على مقدمة الشوط، صوغان سالم بن مخيت بن رشيد، النقلة على المركز الثاني. هناك من يأتي الحذر لسيد علي بن محمد بن راشد الاجتبي، ما شاء الله. بينما اللي في المركز الثالث، اللي في المركز الثالث هناك يأتي الأسد على ثالث المراكز، سيد سالم بن سلطان بن محمد أبو نواس. وفي المركز الرابع سراب لبخيت بن علي بن مطر الشبي. وفي المركز الخامس هناك ناصي للسيد عبد الله بن حسن بن أحمد المرزوقي. هكذا هي النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم كاملة مكملة حاضرة مع هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق المميز. نتمنى كل الناموس وكل التوفيق للأخوة المشاركين. ما شاء الله ما شاء الله يا صوغان، مسيطر صوغان على الصدارة، على المركز الأول تبارك الرحمن، اللي مسيطر على مقدمة الشوط سيطرة جميلة حاضرة مع هذا الانطلاق، سالم بخيت بن رشيد الاجتبي. بينما اللي في المركز الثاني هناك من الجانب الثاني الحذر في المركز الثاني لعلي بن محمد بن راشد الاجتبي. وفي المركز الثالث ناصي عبد الله بن حسن بن احمد المرزوقي. وفي المركز الرابع الاسد سيد سالم بن سلطان بن محمد ابو نواس. وفي المركز الخامس سراب خيت بن علي بن مطر الاجتبي. هكذا هي كانت النتيجه حاضره مع هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق الموفق لهذه المراكز الجميله، هذه المراكز الموفقه، اسامي جميله ما شاء الله. اوكي عفوا اللي في المركز الرابع للسيد احمد بن مطر الجابري، احمد بن مطر الجابري ما شاء الله. في المركز الخامس هكذا هي النتيجه للمراكز حاضره مع هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق الموفق من نوعه. ولكن اللي غير مجريات هذا شوط الحذر، الحذر 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 غني عن التعريف، علي بن محمد بن راشد الاجتبي، سلاله مرموقه ما شاء الله في عالم سباقات الهجن. ولكن ناصي الشناصي، خلك في الفورمة عبد الله بن حسام بن احمد المرزوق، احد الرجال الذي لهم تاريخ حافل مع هذه الرياضة الجميلة يا ابو عبد يا ابو حميد. بينما اللي في المركز الثالث الاسد سالم بن سلطان محمد ابو نواس. يلا بن محمد، يلا يا ابو محمد، النقله على رابع المراكز. هناك اللي في المركز الرابع احمد بن مطر الجابري مع رابع المراكز. وفي المركز الخامس شاهين علي بن عبد الله بن علي ابو نواس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، شو هذا الاسامي الجميله، هذه الاسامي المميزه الحاضره مع هذا الانطلاق الجميل. ما شاء الله شاهين ولا الحذر اللي في المركز الاول، اللي في المركز الاول مع العنوان الدائم مسيطر سيطره جميله حافله مع هذا الانجاز. هناك ناصي من الجانب الثاني عبد الله بن حسام بن احمد المرزوقي. وصل سراب ليبرهن للجميع، بخيت بن علي بن مطر الاجتبي ما شاء الله مع سراب في المركز الاول. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الاداء يا بن علوان، هذا الاداء اللي يقدمه سراب حتى هذه اللحظه، بخيت بن علي بن مطر الاجتبي مع اداء سراب حتى هذه اللحظه مع المركز الاول ناصي السيد عبد الله بن حسن بن احمد المرزوقي على ثاني المراكز. وفي المركز الثالث هناك اللي هو الاسد لسالم بن سلطان محمد ابو نواس. هكذا هي النتيجه للمراكز، دعناها عليكم من التمام. وسراب اللي تسرب مع الناموس، اللي تسرب مع المركز الاول، اخيت بن علي بن علوان الاجتبي ناصي. هناك من الجانب الثاني عبد الله بن حسن بن احمد المرزوقي ما شاء الله، سلام يا اهل اللبسه، سلام لهالي اول شيء الشارجه، وسلام ثانيا لهالي اللبسه في العزبه الخاصه. شكرا يا الشناصي، شكرا يا الشناصي على هذا الاداء الجميل واداء ناصي المميز
المركز الثاني سراب خيط بن علي بن علوان، المركز الثالث احمد مطر الجابري، المركز الرابع سالم صلدام محمد بن واس، وفي المركز الخامس علي بن محمد بن راشد الاشتبي. توقيت الزمني 4:52 51 جزء من الثانيه. من ندك صاحب التوقيت الافضل شاهين للسيد سعيد محمد بن خلفان بن حزيم الفلاسي 4:42 وبال 29 جزء من الثانيه. تهانينا سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم الفلاسي. كل شكر دائما والتقدير لنادي دبي سباقات الهجن العربية الأصيلة. شكرا لموقع الناموس، شكرا لعامر بن سلطان الهاشمي المتواجد دائما في عربة النقل، مع تحيات معلقكم من هذا الميدان نواف بن فاضل، وإلى اللقاء.